نحن بنذكر انه نحن موجودين في نص ازمه سياسيه في اسرائيل بالنسبه لامكانيات تشكيل الحكومه، واذني تصريحات المعارضه الاسرائيليه الها علاقه لموضوع الازمه السياسيه. لازم بشكل يعني عام لازم نشوف كل وجهه النظر او كل التصريح او الاعلانات زي ذكرت هلا في سؤالك من ضمن او من اطار الجو السياسي في اسرائيل. الهدف المركزي او المعركه هي معركه عسكريه، اكيد انه في سيطره او في سياسه او تعليمات او اتجاهات لمده طويله من الحكومه الاسرائيليه، بس بشكل عام كل التصريحات او الاعلانات من مسؤولين سياسيين اسرائيليين اللي متابعين لمعسكر المعارضه إلهم علاقه لا اشتباك او كفاح او شغلات سياسيه ضد الحكومه الموجوده تحت نتنياهو، وهذا سبب لاعلانات جزء منه ممكن في مبرر او في علاقه لموضوع للواقع، جزء منه ما في علاقه للواقع، بس الجو العام هو جو سياسي. ابقى معي سيدة لون، عذرا منك، وكما نشاهد في الصور الآن في مدينة غزة يعني تزداد الحرائق بعد القصف الإسرائيلي. في المقابل يعني نحن نشاهد وأيضا نستمع إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق لا في غزة، في مدينة عسقلان، بالإضافة إلى مدينة أشدود وعدد من المدن الجنوبية، وهناك أيضا صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع وأيضا شاطئ أشكلون. وهذا ما نشاهده يعني قبل قليل هناك أنباء تتحدث عن أن هناك إصابة مباشرة في مبنى في مدينة أشكلون، لم تسفر حتى هذه اللحظة يعني عن أي معلومات إضافية حول وجود أي إصابات في هذه المرحلة. إذن كما نشاهد في الصور الآن في مدينة غزة، وسنحاول بالطبع يعني التواصل مع مراسلين في الميدان للوقوف أكثر حول آخر التطورات وما يحدث. إذن صفارات الإنذار تدوي في أشكلون، في بئر السبع، في غلاف غزة، وأيضا الحديث الآن على أن هناك إصابة مباشرة في مبنى في مدينة عسقلان، وبالطبع سنقف عند آخر التطورات والمعلومات الإضافية. وأتحول مباشرة إليك مرة أخرى ضياء، إذن القصف متبادل ومستمر حتى هذه اللحظة، هل من أنباء لديك حول الهبة الدخان التي نشاهدها في الصور من قطاع غزة؟ نفس المناطق التي تحدثنا عنها، المنطقة الصناعية، هذه مصانع بالعادة مصانع يوجد فيها مواد متعلقة ربما بكيماويات، ربما متعلقة بمواد مثل هذه، ربما هي التي تسبب صعوبة كبيرة في جهاز الدفاع المدني محاولة السيطرة على الحريق. بالتأكيد كل مصنع، هذه ثلاثة مصانع تتحدث عن كل مصنع ربما يضم نحو 500 إلى 700 متر بحد أدنى، يعني هذا، وكل مصنع فيه من المواد والمنشآت والمنشآت المختلفة أو الأدوات المختلفة التي تستخدم في العمليات الصناعية بغزة. بالتأكيد كل هذا يؤثر على يزيد من حدة النار. أيضا القصف المدفعي المتواصل تسبب بحرائق في منطقة زراعية قرب منطقة تسمى أرض الغول، قريبة من منطقة العطاطرة شمال غرب القطاع، هناك محاولة لإخماد الحرائق هناك. بالتأكيد طالما استمر القصف المدفعي يتزامن مع إطلاق قنابل دخانية، أيضا للتأكيد هذه القنابل الدخانية تتسبب بحرائق، هدفها الأول والأخير منع أي إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الحدود باتجاه الأهداف والحشود العسكرية الإسرائيلية، وهذا ما يركز عليه الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية. وبالأمس تحدثنا أن إسرائيل تطلق قنابل دخانية لمحاولة منع إطلاق صواريخ بالتحديد من منطقة اللي هي العطاطرة أو المنطقة الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، ورغم ذلك أطلقت كتائب القسام اليوم صاروخ مضاد للدروع وتمكنت من إصابة حافلة. الإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي تحدث أنها حافلة فارغة وتسببت بإصابة جندي كان مصاب. ابقى معي في هذه النقطة، ابقى معي. أنا يعني بالطبع أريد أن أتطرق لهذه النقطة، ولكن دعني أتحول إلى مراسلنا عمر ربيع والمتواجد في مدينة أشدود. مرحبا بك عمر، بداية الحديث عن قصف الآن وأيضا على صفارات الإنذار التي تدوي في مناطق في جنوب إسرائيل، هل من معلومات جديدة؟ لا
لديك وضعنا في آخر التطورات؟ نعم أدهم، إذن هناك صافرات إنذار في بئر السبع وأيضا في أشكلون، وبطبيعة الحال هناك حرائق في قطاع غزة نتيجة لقصف المدفعية يعني مصانع داخل غزة، ولكن هنا في أشدود حتى الآن لا يوجد هناك أي صافرة إنذار، وهذا الأمر طبعا غريب. هو أول يوم في منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حارس الأسوار لا يتم حتى الآن قصف مدينة أشدود. على كل حال نحن نتواجد في مركز جماهيري في المدينة حيث يلتقي السفير الفرنسي لدى إسرائيل بممثلين عن يعني الجالية، دعنا نقول عن اليهود أو الإسرائيليين من أصول فرنسية، يلتقيهم هنا في المدينة، وطلب السفير الفرنسي منهم أن يشد على أزرهم وأيضا يساندهم. و لربما كان موقف السفير الفرنسي في إسرائيل يعني نوعا ما يعني غريب عن الموقف الرسمي الذي يعني أصدرته فرنسا حتى اليوم بالنسبة للعملية العسكرية. أذكرك بأن فرنسا لم تحذو حذو الدول الأوروبية يعني مثل ألمانيا وأيضا التشيك وسلوفاكيا بالوقوف إلى جانب إسرائيل بشكل يعني بشكل كبير، بل يعني دأبت أيضا أن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، شأنها شأن يعني الولايات المتحدة، وهو أمر مرفوض إسرائيليا على الأقل حتى هذه اللحظة. نعم أشكرك جزيلا الشكر مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع المتواجد في مدينة أشدود. إذن قصف إسرائيلي استهدف مصانع داخل قطاع غزة أسفر عن حرائق كما تشاهدون في الصور، ألهبة الدخان والتي تتصاعد في سماء مدينة غزة، بالإضافة إلى ذلك قصف من قبل الفصائل الفلسطينية وابل من الصواريخ على مدينة بئر السبع، ولذلك يعني صفارات الإنذار تدوي في مناطق مدينة بئر السبع وأيضا في عدد من البلدات العربية هناك في النقب. هذا ما وصلنا إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه مدينة بئر السبع وضواحيها، وكما شاهدنا إطلاق تلك الصواريخ قبل قليل من قطاع غزة تجاه إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك يعني تحدثنا مع الناشط ضياء حسن والذي أشار إلى أن هذه الحرائق في قطاع غزة هي نتيجة قصف من قبل إسرائيل باتجاه بعض المصانع وأسفر عن تلك الحرائق. هناك حديث عن إصابات بالطبع في صفوف المدنيين بحسب الأنباء الأولية التي تصلنا حتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى ذلك هناك بيان من قبل كتائب القسام أشاروا إلى أن قصف مدينة بئر السبع بالصواريخ جاء ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة على حد قولهم ووفق البيان. إذن نحن مستمرون في هذه التغطية، وتحول مباشرة إلى مراسلنا بليغ صدين المتواجد في مدينة ديروت. بليغ مرحبا بك. إذن صفارات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع وعدد من المدن والبلدات الإسرائيلية في قطاع في غلاف غزة، ضعنا في صورة الوضع. نعم فعلا في بئر السبع والقرى والمدن المحاذية لها وأيضا في مدينة أشدود، يجب أن أقول أنني أنا متواجد في زديروت، ولكن يعني منذ الصفارة الأخيرة التي تحدثنا عنها قبل نحو ساعة ونصف لم يكن صفارات جديدة، ولكن قبل ربع ساعة تقريبا كان هناك قذائف بالقرب من هذه المنطقة تعرضت لها أو اعترضتها عفوا القبة الحديدية الإسرائيلية. نشير هنا إلى أنه قبل نحو نصف ساعة كان هناك حادثة يعني ربما دراماتيكية نسبيا، كان هناك حافلة يعني في زيكيم التي كانت تحمل نحو 30 جندي إسرائيلي. هذه الحادثة وبحسب يعني ما قاله السائق للحادثة أنه بعد أن أنزل الجنود بنحو 15 ثانية تعرضت هذه الحادثة إلى قذيفة صاروخية، يقول أنه يعني لم يصب أي أحد بأذى فقط
فقط هو تعرض لبعض الإصابات الخفيفة. إذن تستمر المواجهات العسكرية في هذه المنطقة. صفارات الإنذار كما قلنا تدوي في المنطقة في غلاف قطاع غزة في أشدود وأيضا في بئر السبع والقرى المحاذية لها. سديروت بالتحديد لم يكن صفارات إنذار، ولكن من المتوقع أنه في الساعات القريبة سوف تستمر المواجهة العسكرية خصيصا على خلفية الإعلان عن وقف الإطلاق النار.